بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. رواه أحمد ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله في باب الزكاة العارية، باب العارية، نعم، في باب العارية. وعن جابر كما سبق أن العارية أن تمنح لأخيك أن ينتفع بالحبل وبالدلو وبالأشياء التي لا تتلف بالاستعمال، تفع بها وتبقى عينها، فهذه هي العارية، ينتفع بها المحتاج نفعا لا يضر عينها وماليتها، ثم يردها عليك. وتوعد الله جل وعلا الذين يمنعون العارية، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون يعني العارية، والماعون ما يحتاج إليه من حبل ودلو وقدر ونحو ذلك مما ينتفع به المحتاج ثم يرده ولا ينقص من عينه شيئاً، هذا هو الماعون. فالماعون شامل للحبل والدلو والقدر ونحو ذلك. الماعون يعني حاجة التي يحتاجها الناس، فهذا من حق الأموال على أصحابها أن يعيروها للمحتاجين وأن المستعير يكون أمينا على ما تحت يده مما ينتفع به بأن يرده إلى صاحبه ولا ينقص منه شيئا. نعم، أعيد الحديث. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها. هذه أموال زكوية، الإبل والبقر والغنم هذه أموال تزكى، تجب فيها الزكاة على تفاصيل في باب الزكاة. نعم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة. أقعد لها يوم القيامة، أقعد لها أي حبس لها،
في مكان تمر عليه، تمر عليه تطأه بأخفافها وتنهشه بأنيابها، وكلما مر عليه آخرها رد عليه أولها في قاع قرقر 50,000 سنة وهو يعذب بها، نسأل الله العافية. فهذا مما يؤكد على صاحب المال من الإبل والبقر والغنم أن يؤدي حقها، الزكاة هذا حقها، وأيضا العارية، ومثلا ضراب الفحل فيها يسمح به ولا يأخذ عليه شيئا، كذلك من لبنها ونفعها. نعم. إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه، يعني مستوي، نعم، تطأه ذات الظلف بظلفها كالأغنام والبقر، نعم، وتنطحه ذات القرن والإبل أيضا تطأه وتنطحه ذات القرون، ذات ذوات القرون من البقر والغنم، نعم. ليس فيها يومئذ جماء، نعم، يوم القيامة الجمة التي ليس لها قرون في الدنيا يكون لها قرون في الآخرة، نعم. ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن، نعم، بل تكون كاملة القرن يوم القيامة، نعم. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها، إطراق فحلها يعني السماح بالفحل، السماح بضراب الفحل بدون أخذ ثمن عليه، نعم. وإعارة دلوها، وإعارة دلوها، الدلو الذي يمتح فيه من البئر ليسقيها إذا احتاج إليه أحد يعيره إياه ليستقي به لأغنامه، نعم. ومنحتها وحلبها على الماء، منحتها يعني المنيحة، لأن يعيرها لمن يحلبها، لمن يحلبها الذي ليس عنده ذوات حليب وهو محتاج، يمنح له ما فيه حليب يأخذ منه الحليب وينتفع به، وهذا مما لا يضر الحيوان، نعم. وحمل عليها في سبيل الله، حمل عليها في سبيل الله يعني الجهاد، يحمل عليها إذا كانت من ذوات الحمل التي تصلح لأن يحمل عليها كالإبل، نعم. وحمل عليها في سبيل الله، يحمل عليها في، ومن الحمل أيضا أن يمنحها للمجاهدين جاهدون عليها، نعم. رواه أحمد ومسلم. كتاب، رواه أحمد في المسند يعني، ومسلم في صحيحه، نعم. كتاب إحياء الموات، إحياء الموات، والموات هو الأرض التي لم يسبق عليها ملك لأحد، التي لم يسبق عليها ملكية لأحد ولا اختصاص يكون مختصا بها أحد، أرض ليس عليها حق لأحد، هذا الموات من الأرض، وإحياؤه أن يحفر فيه بئرا
حتى يصل إلى الماء، أو يجري إليه نهرا، يجري إليه ماء من نهر يسقيه، وأن يخرج ما فيه من حصى وما فيه من موانع تمنع الزراعة، هذا إحياء الموات. نعم. كتاب إحياء الموات. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من أحيا أرضا ميتة، يعني ليس عليها ملكية لأحد، فهي له، يعني يملكها بذلك إذا أجرى عليها الماء أو غرسها أو زرعها، فإنه يملكها بذلك، خصوصا إذا أصلحها وأخرج ما فيها من شجر ومن حجارة وأصلحها للزراعة، فإنه يكون أحق بها ويملكها بذلك. نعم. من أحيا أرضا ميتة فهي له. الأرض التي ليست ميتة، الأرض التي عليها تملك لأحد أو اختصاص لأحد، فليس لأحد أن يحييها، بل هي لمن سبق إليها، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. نعم. من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه. وفي لفظ: من أحاط حائطا على. هذا ما تحيا به الأرض، أول شيء حائط. نعم. من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه. هذا واحد من أحاطها بجدار فهي له، من حفر فيها بئرا ووصل إلى الماء فهي له. نعم. رواه أحمد وأبو داود، ولأحمد مثله من رواية سمرة. وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. من أحيا أرضا ميتة، يعني لم يسبق عليها حق لأحد، فهي له، لم يسبق عليها تملك أو اختصاص لأحد، فهي له، بأن أحاطها بجدار أو حجر عليها بحجارة أو حفر فيها بئرا ووصل إلى الماء، فهي له، قد أحياها. نعم. وليس لعرق ظالم حق. وليس لعرق ظالم حق، فلو جاء أحد وغرس في أرض أحد سبقه إلى تملكها، فإن هذا ظالم معتدي على حق غيره، فتنزع هذه النخيل وهذه الأشجار، ويلزمه نزعها وإخلاء ملك مالكها، يلزمه إخلاؤها من مبانيه ومن حيطانها التي حوطها، ينزعها، وليس له ما يقابل ما أنفق فيها، لأنه ظالم ومعتدي. ولا هذا عن طريق الحاكم، ما يملك أحد أنه يفصل بين المتخاصمين إلا الحاكم. نعم. وليس لعرق ظالم حق، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. نعم، هذا في قلع الأشجار التي غرسها في ملك غيره. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر أرضا ليست لأحد فهو عمر أرضا
هذا ما تملك به الأرض، أن يعمرها، بمعنى أنه يصلحها للزرع وللسكنى ويزيل ما فيها من الموانع، ولم يسبق أن تملكها أحد من قبله فهي له. نعم. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه أحمد والبخاري. نعم. وعن أسمر ابن مضرس قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. من سبق إلى شيء مباح لم يسبق إليه مسلم فهو له، من أرض موات أو غير ذلك مما لم يسبق عليه ملكية لأحد فهو له. نعم. من سبق إلى ما لم يسبق أو مثلا وضع متاعه في أرض ليبيع ويشتري عليها ولم يسبق إليه أحد فهو أحق بها، مثل ما يكون في الأسواق وفي الأمكنة التي لم يسبق أن ملكها أحد، جاء واحد ووضع فيها متاعه وجلس فيها يبيع ويشتري نحو ذلك فهو أحق بها. نعم. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون، رواه أبو داود. يتعادون يعني يعدون المسرعين، ليس يتعادون من العداوة بل من العدو وهو السرعة في المشي. خرج الناس لما سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالأسبقية يتسابقون إلى الموات ويضعون فيه ما يمكنهم من الانتفاع به. نعم. وهذا فيه تشجيع لعمارة الأرض وزراعة الأرض، وفيه تشجيع للتنمية لأن النفع يعود للجميع. نعم. فخرج الناس يتعادون يتخاطون، رواه أبو داود. يتخاطون الأراضي الموات. نعم. باب النهي عن منع فضل الماء. نعم. النهي عن منع فضل الماء يعني الزيادة، فمن كان يملك بئرا أو يملك نهرا وأخذ منه حاجته فإنه يترك البقية للناس، إذا كان هذا في شيء مشترك مثل النهر مثل الوادي، يأخذ منه قدر ما يحتاج ويترك البقية للمحتاجين، ولا يسيطر على الوادي، أو مثلا جاء إلى متجمع ماء كالخباري التي يجتمع فيها الماء، له أن يسقي منه ويأخذ حاجته ويستقي، وليس له أن يمنع الناس أن يأخذوا من هذا الماء ويقول أنا سبقت إليه. هذا مشترك، الناس شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلاء، الناس شركاء في هذه الثلاث، تأخذ حاجتك إذا سبقت وتترك البقية للناس. نعم. باب النهي عن منع فضل الماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء، متفق عليه. لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء يعني العشب، الناس شركاء في الماء وفي الكلاء وفي النار أيضا، هذه الثلاث مشتركة بين الناس، من سبق إليها يأخذ حاجته منها
ويترك البقية لمن يأتي وينتفع بها أو يأخذ منها شيئا. نعم. ولمسلم لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء. لا يباع فضل الماء يعني الزيادة عن الحاجة ليبيع به الكلى وهو العشب الذي ينبت عليه. الناس شركاء في هذا، لكن تأخذ حاجتك تترك البقية للناس إذا كان في أرض موات. أما إذا كان في أرضك ونبت في أرضك فلك الحق أن تمنع من يدخل إلى أرضك. نعم. وللبخاري لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر، رواه أحمد وابن ماجه. نقع البئر يعني ماءه المستنقع فيه، تأخذ حاجتك تترك البقية ينتفع بها غيرك، لأن الماء مشترك. الماء مشترك. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله عز وجل فضله يوم القيامة، رواه أحمد. هذه عقوبة له، من منع فضل الماء يعني الزايد عن حاجته منعه الله فضله، فضل الله سبحانه يوم القيامة، عقوبة له. وهذا بدليل على تحريم هذا العمل. نعم. من منع فضل مائه أو فضل كلئه أو فضل العشب، لك أن تأخذ حاجتك من العشب، لكن البقية الزائدة عن حاجتك يأخذها المحتاج ولا تمنعه. نعم. منعه الله فضله يوم القيامة، رواه أحمد. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر. وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بين أهل المدينة في النخل ألا يمنع نقع بئر. في النخيل، في النخيل المدينة، لأن المدينة بلاد نخيل، فمنعهم أن منعهم من أن يمنعوا نقع البئر الزائد عن حاجة المالك، لأن الماء مشترك للجميع، إنما تأخذ حاجتك تترك البقية للمحتاجين. نعم. وقضى بين أهل البادية ألا يمنع فضل ماء ليمنع به الكلى. أهل البادية البدو غير الحاضرة الذين يعيشون على الرعي وعلى التنقل، إذا سبقوا إلى ماء أو إلى واد فإنهم يأخذون قدر حاجتهم ويتركون البقية للناس ينتفعون بها، ولا يسيطرون على الماء، على النهر، على الماء المتجمع بالخبار ونحوه، ولا يسيطرون عليها لأنها مشتركة بين المسلمين، إلا إذا كان هذا الماء في داخل ملكه فله أن يمنع من يدخل على ملكه، لأنه يتضرر يدخل ملكه. نعم. رواه عبد الله ابن أحمد في المسند. نعم، عبد الله بن أحمد بن حنبل أكبر أولاد الإمام أحمد، ولذلك يكنى الإمام أحمد بأبي عبد الله، هذا أكبر أولاده، ومن بعده صالح، وهم فقهاء علماء كبار. نعم. رواه عبد الله بن أحمد في المسند. المسند مسند الإمام أحمد، والمسند معناه أن يروي
المحدث عن يروي المحدث عن أصحاب الحديث ما روى كل راو يجمع في مكان واحد، مثلا مسند جابر تجمع فيه كل الأحاديث الواردة عن جابر، مسند عبد الله بن عباس وهكذا. هذا معنى المسند، أنه يجمع كل ما روي عن هذا الصحابي في محل واحد في كتاب واحد يسمى المسند. ومنه مسند الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يروي عن كل صحابي ما ورد عنه مما بلغ الإمام أحمد، يجمعه في مسند فلان مسند فلان مسند، هذا المسند. نعم. باب الناس شركاء، باب الناس شركاء في ثلاث. نعم. وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه. باب الناس شركاء في ثلاث. الناس شركاء في ثلاث كما سبق، هذه الثلاث هي الماء والكلى يعني العشب النابت على الأرض الموات، والنار ذات النار الجمر، أو النار اللي هي يعني ما تستخرج منه النار كالأشجار التي تستخرج منها النار. نعم. وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا نعم. قل إذا كان الوادي يمر على الناس فإن الأعلى يأخذ منه حاجته، يأخذ منه حاجته وما يكفي لمزرعته، ويترك البقية تذهب إلى من بعده، فالأعلى ثم الأعلى وهكذا، كل يأخذ قدر حاجته ولا يضع حاجزا يمنع الماء ولا يروح للآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازع رجلان من أصحابه في الماء، تنازعوا في الماء، الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل من الأنصار، فتنازعوا وكان الزبير هو أعلى، فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي يا زبير ثم اترك الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال كلمة غير لائقة، قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، أن كان ابن عمتك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذا فقال اسقي يا زبير واحبس الماء إلى الكعب ثم أرسله إلى جارك. في الأول أراد أن يصلح بينهما، الثاني لما تكلم الرجل أعطى الزبير حقه، قال له احبس الماء إلى الكعب ثم أرسل الماء إلى جارك. نعم. وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه. نعم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام رضي الله عنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع الماء والنار والكلى. أي نعم، لأن الناس شركاء، كل يأخذ حاجته ويترك البقية للناس ينتفعون بها، شركاء في هذه الثلاث. نعم. رواه ابن ماجه. وعن أبي خداج، وعن أبي خداش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خداش ولا خداش؟ عندك مشكل؟ عندي نعم، بكسر الجي بكسر الخاء وفتح الدال. خلاص نعم، مخفف يعني. نعم.
وعن أبي خداش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء، في الماء. جهالة الراوي إذا قيل عن رجل عن فلان، جهالة الراوي لا تقبل إذا كان الراوي مجهولا حتى يبين، لأن من جهلت عينه جهلت عدالته، إلا الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة معروف أنهم عدول، فما دام أنه صحابي لا ما يحتاج إلى أن يعين وقال فلان، ما دام أنه صحابي الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. جهالة الراوي في الصحابة لا تضر. نعم. المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار، رواه أحمد وأبو داود. نعم، المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلأ. الكلأ يعني العشب الذي ينبت على الموات من الأرض، لا أحد يسيطر عليه، بل من سبق يأخذ حاجته ويترك البقية للمحتاجين، لأنه مشترك، الناس شركاء في هذه الثلاثة. احتج الشيوعيون بهذا الحديث على أن لا أحد لا يختص بالملكية، الملكية الفردية يسمونه، وهذا الحديث رد عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الثلاث فقط، دل على أن ما عداها فليس هو مشتركا. نعم. وعن أبي خراش مثل المعادن، مثل ليس مشتركا، إنما هذه الثلاث فقط. نعم. فكون الرسول حددها وعينها دليل على أن الناس شركاء في البقية. نعم. وعن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار، رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، وزاد فيه: وثمنه حرام. نعم، ثمنه حرام يعني مشترك، يجي واحد يسيطر على الكلى ويبيع على الناس هذا الكلى، إلا إذا حازه، إذا حازه ملكه، أما ما دام على أصوله وعلى الأرض فهو مشترك. نعم. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل فيترك الماء. نعم. إذا كانوا على وادي فإن الأعلى على الوادي يأخذ حاجته منه ويترك البقية تذهب إلى الآخرين، ولا يحتكر الوادي ويقول أنا أعلى من غيري ولا يمر يروح لهم، لا، يأخذ حاجته ويترك البقية للآخرين. نعم، لأن الماء مشترك. نعم. أن الأعلى يشرب قبل الأسفل فيترك الماء فيترك الماء إلى الكعبين. إي نعم، الأعلى يأخذ إلى الكعبين، يعني له أن يحجر الماء إلى الكعبين فقط، ولا يحطه في خزانات أو في أشياء بعيدة الغور، ما يجوز له هذا، الماء الناس شركاء ويحتاجون الماء. نعم. فيترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه. نعم. وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. اي نعم. رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بن أحمد كما ذكرنا أنه له الزوائد على المسند أبيه،
الزوايد على مسند أبيه، روى أحاديث اختص بروايتها فجعلها في المسند، نعم، في مسند أبيه، نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني عمرو بن العاص، هذه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين. مهزور اسم وادي، نعم. أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل، رواه أبو داود. ثم يرسل، ثم يرسل الأعلى على الأسفل، نعم، رواه أبو داود وابن ماجه. إيه نعم، هكذا الحكم الشرعي، أن الأعلى يأخذ حاجته من الماء ثم يرسل البقية إلى من تحته، نعم. باب الحمى لدواب بيت المال. الحمى لدواب بيت المال، حمى المرعى، الناس شركاء في ثلاث: الكلأ وهو العشب، إلا أن ولي الأمر له أن يحتجز بعض الجهات من الكلأ تكون لدواب بيت المال، لأن نفعها يعم المسلمين، كما حمى عمر الشرف والربذة، نعم. باب الحمى الشرف والربذة هي ضرية، اللي تسمى ضرية، نعم. باب الحمى لدواب بيت المال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، خيل المسلمين، رواه أحمد. النقيع حول المدينة غير البقيع، البقيع هذا المقبرة، لكن النقيع هذا فلات، هذا فلات وادي يرعى منه المسلمون، فلولي الأمر أن يأتي على هذا الكلاء فيحمي منه ناحية لخيل المسلمين ودواب الجهاد، نعم، لأن هذا نافع للمسلمين كلهم، نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، خيل المسلمين، رواه يعني خيل أحمد الجهاد، نعم، رواه أحمد. والنقيع بالنون موضع معروف حول المدينة، نعم. وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال: لا حمى إلا لله ورسوله، رواه أحمد وأبو داود. نعم، لا حمى، لا أحد يحمي أرضا ويمنع الناس من رعيها وهي موات ليست ملكا له، لا يحميها إلا لدواب المسلمين، ولي الأمر يحمي لدواب المسلمين ولا يرعى فيها إلا دواب الجهاد والخير، لأن المصلحة عامة في هذا، نعم. وللبخاري منه: لا حمى إلا لله ورسوله، وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. نعم، حماه لدواب المسلمين، نعم. وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى شرف الشرف، حمى الشرف، 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 شرف، نعم، حمى الشرف والربذة، نعم، اللي هي ضرية، نعم. وعن أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا. وعن أسلم مولى عمر، نعم، أن عمر رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى
هنيا على الحمى. استعمله على الحمى يعني يجعله مراقبا للحمى وحارسا له. نعم. فقال: يا هني أضمم جناحك على المسلمين واتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. نعم. وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة الضعاف، يعني الضعاف من المسلمين أدخلهم في الحمى، وأما الأغنياء لا، يروحون يلقون مكانا آخر، لكن الضعيف ما يستطيع. نعم. وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. نعم ابن عوف، يعني عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة وكان له نعم كثيرة، وكذلك ابن عفان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان غنيا وكان عنده نعم كثير، فلم يأذن له عمر في أن يرعى ترعى دوابهم الكثيرة من الحمى، إنما يرعى ضعاف الناس اللي عندهم شيء يسير من الغنم. نعم. وإياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع. لأنهم أغنياء، أغنياء عندهم أموال، لو فني شيء منها يبقى كثير منها. نعم. ورب الفقير إذا هلك ما معه لم يبقى معه شيء. نعم. ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه يقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ أي نعم، إذا هلك دواب الفقير، هلكت دواب الفقير، يأتي إلى عمر الخليفة ويطلب منه أن يعوضه، يقول: هل ترى أني أتركه لا أم لك؟ فهذا دليل على أن الفقير يمكن من الرعي من الحمى، وأما الغني فيستطيع أنه يذهب بعيدا، ولو هلكت دواب عنده أموال كثيرة غيرها، خلاف راعي الغنيمة والصريمة إذا هلكت ما يبقى عنده شيء. نعم. فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، يعني من بيت المال. نعم. وإيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا. رواه البخاري. هذا كلام عمر رضي الله عنه يبين أنه إنما حمى بعض المراعي لدواب المسلمين، دواب بيت المال، وهذا لمصلحة الجميع. نعم. باب ما جاء في إقطاع المعادن. نعم، إقطاع المعادن، معادن ما يكون في الأرض مخزونا في الأرض من الذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، لولي الأمر أن يقطع هذه الأرض التي فيها المعادن لبعض الناس، صلاحياته، من صلاحياته كذلك، ليستخرجها ويعمل عليها، ما هي على طول أنها أموال مكدسة، لا، تبي نفقة وتبي عمل وتبي استخراج، تبي تنقية. نعم. باب ما جاء في إقطاع المعادن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، قبلية، القبلية، معادن القبلية،
اي نعم، ليستخرجها ويصلحها ويتعب عليها وهي له، فدل على جواز اقطاع بعض المعادن التي في الأرض من الذهب والفضة والنحاس والزرنيخ وغير ذلك. نعم. أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث المزني معادن القبلية جليسها وغويرها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. نعم. أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جليسها وغويرها، وحيث يصلح الزرع من قدس. يصلح زرع الزرع من قدس، يقول قدس في النهاية جبل معروف، اسم جبل قدس. نعم. ولم يعطه حق مسلم. نعم، مختص بأحد، أعطاه شيئا عاما. طالع لنا شرح هذا الحديث. قوله القبلية منسوب إلى قبل بفتح القاف والموحدة، وهي ناحية من ساحل قبلية القبلية. نعم. منسوبة إلى قبل بفتح القاف والموحدة، وهي ناحية الموحدة يعني الباء. نعم. وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة 5 أيام. وفي رواية لأبي داود معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، وقد تقدم مثل هذا. وقوله الفرع اللي تسمى الآن الفرع حول المدينة. نعم. وقوله جليسها بفتح الجيم وسكون اللام وكسر السين، والجلس كل مرتفع من الأرض، ويطلق على أرض نجد كما في القاموس. نعم. وغويرها بفتح الغين المعجمة وسكون الواو وكسر الراء نسبة إلى غور، قال في القاموس: إن الغور يطلق على ما بين ذات عرق إلى البحر، وكل من حدر مغربا عن تهامة، وموضع منخفض بين القدس وحوران، مسيرة 3 أيام في عرض فرسخين، وموضع في ديار بني سليم. والمراد ها هنا المواضع المرتفعة والمنخفضة من معادن القبلية. وقوله من قدس بضم القاف وسكون الدال، وهو جبل عظيم بنجد كما في القاموس. وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع كما في النهاية. نعم. انت يكفي الله تعالى. نعم. ولم يعطه حق مسلم، رواه أحمد وأبو رواه أحمد ورواياه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني. نعم. وعن أبيض ابن حمال أنه يكفي. وعن إيش؟ أبيض ابن حمال. حمار. سم بن حمار كذا ولا حمار؟ لعلها بالجيم، ما أدري والله. بعض النسخ جمال وبعض النسخ حمال بالحاء. جمال. ها. آه. حمال. نعم. خل الدرس القادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق الإبل والغنم والبقر، قال: وحلبها على الماء. يقول الشوكاني رحمه الله: والمراد حلبها على الماء لنفع من يحضر من المساكين. هل هذا المعنى المذكور صحيح؟ إيش؟ يقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن حق الإبل والبقر والغنم: وحلبها على الماء. يقول الشوكاني رحمه الله: والمراد حلبها على الماء لنفع من يحضر من المساكين. هل هذا المعنى الذي ذكره صحيح؟
أنت تقول ذكره الشوكاني. نعم. نعم. الشوكاني ما يذكره إلا وهو صحيح عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السيارة ينطبق عليها حكم العارية كما ينطبق على الإبل والبقر في مسألة الحمل عليها؟ نعم، بل هي أولى لأنها تحمل الشيء الكثير، فنفعها أكثر من نفع الإبل والحمير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يملك سلالة من الإبل وهي سلالة عظيمة وثمينة، فيحرص ملاك الإبل على ضراب فحل هذه السلالة، هل يحق لمن تملك هذا الفحل أن يأخذ مالا على هذا الضراب؟ لا، نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل وأن يؤخذ على ضرابه شيء من المال، نهى عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف نضبط إحياء الموات في هذا الزمن؟ كيف نضبط إحياء الموات في هذا الزمن؟ الآن صار ما أحد يحيي الموات لأنه كثرت الشحنة والاعتداء من الناس بعضهم على بعض، فمنعت الحكومة ذلك إلا بأمر من ولي الأمر، ما حد يملك أو يحيي إلا بأمر من ولي الأمر قطعا للنزاع وذرعا للفتنة بين الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي بئر قمت بحفرها داخل مزرعتي، فهل يجب علي أن أقوم بدفع الماء إلى جاري أو لي أن أمنعه من ذلك؟ ماء بئرك لك، إذا أردت أن تتفضل على جارك شيء طيب. نعم. إنما الكلام في الماء الجاري في النهر أو في الوادي، هذا هو الذي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أوقدت نارا في البر ثم أتى شخص وطلب مني حطبة من هذه النار، فهل لي أن أرده وأمنعه؟ طلب مني حطبة، يقول جمرة، يعني حطب، والحطب هذا ملكك، أما الجمر لا تمنعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع المحميات من قبل ولي الأمر، وما حكم منع الاحتطاب لعلة انقراض نبات الحطب، هل لذلك أصل في الشرع؟ إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك له أن يمنع ما فيه مضرة على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض أصحاب القرى يسمون الأشجار التي في أوديتهم حتى لا يحتطب منها أحد غيرهم، ويقولون: هذه الأشجار لا يحطبها غيرنا، هل لهذا الفعل أصل في الشرع أم أنه مشترك بين الناس كاشتراكهم في النار؟ النابت في أرضهم لهم أن يحتجزوا، وأما النابت في خارج أملاكهم فهو للجميع من سبق إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في فعل عمر رضي الله عنه عندما منع الحمى عن الأغنياء وأباحه للفقراء، هل فيه دليل على إباحة تقسيم أموال المسلمين حسب الحاجة عليهم؟ تقسيم من بيت المال يعطى المحتاج من بيت المال، ومن منحه السلطان شيئا فهذا من صلاحيات الإمام، لا نعترض عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يكون الاشتراك في النار الوارد في الحديث؟ الاشتراك في النار الجمر، جمر النار، لو جاء واحد يبي ياخذ من الجمر ما يوقد
به لنفسه فلا مانع من ذلك، لا تمنعه أو تبيع عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من رحل إلى مكان فيه تجمع للماء ونزل فيه وليس فيه إلا ماء قليل، فهل له أن يستأثر به كله؟ لا يستأثر إلا بما أخذه في قربته أو في خزان ما حازه فهو له، وما لم يحزه فهو مشترك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يتم إحضار الماء إلى المساجد في قوارير صغيرة، فهل يجب على من أراد أن يشرب أن يأخذ حسب حاجته فقط قارورة واحدة حتى لا يدخل في النهي عن منع فضل الماء؟ ما يحمل معه شيء، ما كان في المساجد يشرب منه ولكن لا يحمل معه منه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من حفر بئرا في أرضه فهل يحق له أن يبيع ماء هذا البئر؟ إذا حازه فله أن يبيعه، أما ما دام لم يحزه فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت الأرض مملوكة لأناس منذ قرون وليس عليها صكوك، فهل يجوز إحياؤها من غيرهم؟ لا، ما داموا لهم عليها سابقة فلا يجوز إحياؤها، هم أحق بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعرف كثيرا من الإخوة الذين أسلموا حديثا وهم على منهج أهل السنة، هل من باب العبرة والعظة لو أنني طلبت منهم أن يذكروا لي طريقة إسلامهم والفضل الذي يشعرونه بعد إسلامهم وأسجله ثم أنشره، هل في ذلك محذور شرعي؟ إذا سمحوا لك بهذا فلا بأس، أما إذا لم يسمحوا فليس لك الحق في أن تأخذ منهم معلومات بدون إذنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أشعر بمرض وغالب ظني أنني مسحور أو قد أصبت بعين، وعندي تردد في طلب الرقية لأكون من 70,000 الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسترقون، وأنا لا أستطيع أو لا أكاد أستطيع أن أرقي نفسي، يقول: ما توجيهكم في ذلك؟ إن طلبت الرقية فلا بأس، وإن تركتها من باب التوكل على الله والصبر فذلك إليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقسم التكفير إلى تكفير نوعي وتكفير عيني، فهل هذا التقسيم صحيح؟ يا إخوان اتركوا التكفير، لا تدخلون في التكفير، أقلوا منه وابتعدوا عنه. الناس اليوم انشغلوا بالتكفير، ومذهب الخوارج انتشر الآن على يد الدواعش وغيرهم، ابتعدوا عن هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد خضب لحيته بالحناء والكتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، يعني بالزعفران، يصبغ بالصفرة، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قيام الشخص بحجز مكان له في المسجد ووضع شيء ثم خروجه من المسجد؟ إذا كان خرج لحاجة ويعود قريبا فلا بأس، لأنه في حكم الجالس في المسجد،
أما إذا حجزه وراح يشتغل وراح يبيع ويشري وراح ينام في بيته لا ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا معلم في مدرسة أهلية، ويأتيني ولي أمر طالب ويعدني بمكافأة إذا تقدم مستوى ابني، علماً بأنني أتقاضى راتب من المدرسة على هذا الأمر، هل يجوز لي أن أخذ هذه المكافأة؟ هذه رشوة ما هي مكافأة، ولا تأخذها، حرام عليك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح هذه المقولة: على قدر فهمك للغة العربية يكون على قدر فهمك للشريعة؟ نعم ممكن، لأن الشريعة جاءت في اللغة العربية، فإذا فهمت اللغة العربية هذه وسيلة إلى فهم الشريعة، فتعلم اللغة العربية، تعلم النحو، تعلم اللغة، هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كان لوالدي الذي توفاه الله، كان له صديق يزوره ويحسن إلى والدي، لكن هذا الصديق من عوام المبتدعة، فهل أصله وأحسن إليه وأعزمه في بيتي؟ إذا كانت بدعته ظاهرة وبدعته يعني كبيرة فلا، ما إن كان بدعته يسيرة أو تاب منها وهو له معروف على والدك تعطيه مكافأة، كافئه على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم منع الزوج زوجته من الأشياء المباحة لها من لبس أو غيره بحجة سد الذريعة كما يقول؟ لا يجوز له أن يمنع امرأته مما أباح الله لها، لا يجوز له ذلك، هذا ظلم، يمنعها من غير المباح، من التبرج، من السفور، يمنعها من ذلك، أما الشيء الذي أباحه الله لها فليس له أن يحجر عليها ويضيق عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بلادنا يستأجر المزارعون من يقوم بتلقيح النخل، والأجرة تكون بأن يأخذ العامل عرجونا عند الحصاد، هل هذا الإيجار صحيح؟ إذا تصالحوا على هذا ورضي العامل فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الجمع بين الصلاتين بلا عذر شرعي؟ لا يجوز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مشروعة في أوقاتها، ولا يجوز الجمع إلا لسفر يبيح القصر أو لمرض أو الجمع بين المغرب والعشاء لأجل مطر ووحل. نعم، فالقصر سنة والجمع مباح، ليس سنة لكنه مباح للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: أفتاني أحدهم في الغرب بحل شراء بيت بقرض ربوي ففعلت، ما الواجب علي الآن بعد أن علمت بالحرمة؟ وهل يحق لي أن أؤجر هذا البيت وأدفع الأجرة في سداد هذا القرض؟ والله البيت اللي فيه ربا تخلص منه ولا تستمر على ملكه وهو من ثمن الربوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما كيفية إخراج زكاة الرواتب؟ إذا اجتمع عندك مال وحال عليه الحول تزكي، تخرج ربع العشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل يسكن بعيدا عن المسجد، سؤاله: ما مقدار المسافة التي يجب عليه أن يلبي النداء إلى الصلاة فيها؟ إذا سمع النداء بالصوت المجرد من غير مكبر صوت يجب عليه الحضور، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يلزم من كان في الصحراء، أو هل يلزم من كانوا في الصحراء لأجل النزهة، هل يلزمهم الأذان عند كل صلاة؟ نعم، إذا كانوا جماعة فيلزمهم الأذان، قوله صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكم أحدكم ويؤمكم أقرأكم، هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمن كانوا في البر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: تكبيرات الانتقال في الصلاة متى يشرع قولها؟ هل هي عند البداية أو متى؟ بين الركنين، تكبيرات الإحرام بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه، ولا يؤخر التكبير إلى أن يقف أو إلى أن يسجد، لا، تكبيرات الانتقال في الوسط بين الركنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أدعو لوالدي الكافر بالشفاء إذا مرض؟ نعم، لا بأس بذلك، من باب المكافأة له، وتعالجه أيضا إذا احتاج للعلاج، مثل ما تنفق عليه أيضا إذا احتاج للنفقة، صاحبه ما في الدنيا معروفة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على الأم أن تعدل بين أولادها في العطية كما يعدل الأب؟ الحديث عام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا عام في الأب وفي الأم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: إذا كان الزوج لا يدفع الكماليات أو قيمة الكماليات لزوجته، فهل لها أن تأخذها من جيبه بدون علمه؟ لا، ما يلزم الزوج إلا الحاجيات، أما الكماليات فلا تلزمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ولد الزنا هل ينسب لأمه شرعا؟ ولد الزنا ينسب إلى أمه، نعم، وعصبته عصبة أمه،
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة؟ نعم، الراجح أنها تجب فيه. الجمهور على أنه ما في المستعمل الذي يعد للاستعمال، الجمهور على أنه لا تجب فيه الزكاة لأنه لم يعد للنماء وإنما أعد للاستعمال، هذا هو الأقرب والأرجح والله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل مقيم في السعودية وهو من دولة عربية ينزل إلى بلده مرة أو مرتين في السنة. رجل مقيم في السعودية وهو من دولة عربية وينزل لبلده مرة أو مرتين في السنة، يقول: وهو منذ حوالي سنتين إذا صلى منفردا فإنه يقصر الصلاة، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. هذا مقيم، هذا مقيم، وإذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة ولا يقصرها ولا يفطر في رمضان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأشجار والنخيل التي تكون أمام المسجد وداخل المسجد، يقول: هل يجوز الأكل من ثمارها؟ إذا كانت مسموحة بها وليست لأحد فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم قيامي بتأجير عقاري على بنك من البنوك؟ لا يجوز هذا، لأن البنك ربوي، اشتغل بالربا، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لو كنت مسبحا لأتممت، يقول: وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يترك نافلة الوتر ولا راتبة الفجر، لا حضرا ولا سفرا. هذا خاص براتبة الفجر والوتر، هذه لا يتركها المسافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للرقية، هل يمكن أو هل يجوز شرعا أن يرقي الإنسان دابته أو يرقي سيارته مثلا؟ لا أعرف لهذا أصلا، لكن يورد على نفسه وعلى ماله، يورد الصباح والمساء، يورد على نفسه وعلى ماله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجب على المرأة أن تغطي يديها ورجليها في الصلاة؟ نعم، ولا يظهر منها شيء إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، يعني غير محارم، ما تكشف في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، أما إن كان عندها محارم تغطي وجهها أيضا. نعم. ثم تقول: حفظك الله، وهل معنى ذلك أنها يجب عليها أن تلبس الجوربين في كل صلاة؟ تستر رجليها بالجوربين أو بالثوب، راجع الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إن ابنها لا يصلي، وقد نصحته كثيرا وهددته بالطرد من البيت، سؤالها: ما توجيهكم في ذلك وما نصيحتكم؟ أن تخبر إمام المسجد والمؤذن من أجل أن يتفقدوه ويلزموه بالصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا وقع في قلبي غل على أحد من المسلمين، يقول: ما السبيل لدفع هذا الأمر وفقكم الله؟ هذا راجعون إليك، لا، اذهبي، أذهبي الغل وحلي محله المحبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت البئر موقوفة وقف، فهل هي مباحة لكل أحد؟ موقوفة، هذه موقوفة لكل أحد، مش معنى الوقف إلا أنها لكل أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان هناك وظيفة تحتاج عند التقديم لها إلى اختبار، فهل يجوز لي أن أتقدم بدل الموظف الذي هو زميلي، أن أتقدم في الاختبار لكي ينجح هو؟ لا، هذا غش ولا يجوز، هذا غش وخيانة ولا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز ذبح العقيقة في غير اليوم السابع إذا لم يتيسر هذا اليوم؟ نعم، يجوز ذبح العقيقة في أي يوم من الأيام، ولكن كونها في يوم السابع هذا من باب الاستحباب وليس بلازم. نعم. ثم يقول حفظك الله ورعاك: بالنسبة للعقيقة، هل يوزع لحمها كما يوزع في الأضحية؟ اي نعم، ثلاثا، السنة أن يجعلها ثلاثا: ثلث لبيته، وثلث يهديه لأصدقائه، وثلث يتصدق به، هذا الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يطلب العلم ويقول: سأقوم بتأخير الدعوة إلى الله وتأجيل العبادة والنوافل حتى أتخرج من الدراسات العليا، وأؤجل ذلك إلى أن يتم أمري، يقول: ما نصيحتكم في ذلك؟ لا، النوافل، صلوات النوافل ما يؤجلها، يصليها مع الرواتب، كذلك الوتر، وكذلك صلاة الليل ما يؤجلها، وبحاجة إليها، وهو يطلب العلم، هذه تعينه على طلب العلم، واستعينوا بالصبر والصلاة، تعينه على طلب العلم وغيره. نعم، انتهى، وفقك الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.